ده جديد، ده جديد. اول شوف كلاسيك سونيك اكس اي. السلام عليكم، معكم انت عبد الحوده، ودلوقتي احنا في لعبه روبلوكس. لعبه اسمها سوني سونيك بلوز ار بي حاجه كده، يعني اللي هي يعني انك انت تعمل ليك شخصيات كده يعني، بس كده. وايه ده، في مكانين بس؟ يلا نبتدي بقى. اول مكان ايه؟ سانكن فورست. يلا بس رايكو بشكل كده اهو، وانت على بخده بقى اهو. ايه ده؟ طب بعدين هو مكان كده بس؟ لا على السرعه. ايه ده، علميا الثعلب ما بيتشقلبش ولا بيعمل هوميج اتاك، علميا برضه القنفذ ما بيعملش هوميج اتاك. بس ماشي ماشي، مش ماشيالكم ماشيالكم، انا مش جاي انتقد، انا جاي اتسلى. طيب المبدأ فقر، خش على بعضه، خش على المبدأ اللي بعده، في المبدأ اللي بعده. نخش بقى على جري جرين. الي الي ايزيل. ايه ده، ما تقول جين هيل زون يا عم، وريح نفسك. مش عارف ليه بيحبوا كده بقى يفننوا، يعني يغيروا في اسامي الحاجات، يعني مع اننا عارفين اصلا بتكون عامله ازاي. يا اختي كميله، يا اخي بيت الدعامه دي. المهم ايه ده؟ فكر. لا ده عادي. استنى هنا، هو ده كان تيلز حرفيا، يعني تيلز 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 ده تيلز تيلز. كنت فين؟ رحت فين؟ شفتك والله شفتك. تيلز تعرفش؟ تيلز 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 ما تسيبنيش. الله السلام عليكم. السلام عليكم، كلام على ايه؟ ده المفروض سونيك بتاع الفيلم يا عم، اوعى كلاسيك سونيك كده. انت المفروض سونيك بتاع الفيلم يا راجل، بتهزر صح؟ ميتال سيلفر كمان، يا نهار اسود، الناس بدأت تعك يا جدعان. بص مين بيتكلم، اللي عامل شكله هو. ايه ده، بيت. نخش البيت ده نشوف فيه ايه. مش عارف ليه المشكله ان هو بيجي يمشي كده، لازم تجري عشان يعرف يجري، ما هو بطيء قوي. ولا لا كسونيك سونيك. بص لي كده ليه، في ايه يا عم؟ بص لي كده ليه، خليك بعيد عني. بص لي من الشباك، المنظر يخوف. ايه ده، دي حضرتك المفروض ايمي يعني؟ هو كده بترتعش في الكنبه ليه؟ في ايه؟ في يا جدعان؟ طب عايز اقعد يعني، لو بعد اذن حضرتك يعني عايز اقعد. هو انا بقعد ازاي؟ بتقعدوا ازاي؟ طب خلاص انا اقعد انا كمان. يلا لا ثواني، بصوا اسمحوا لي بس استريح كده هنا. استنى بس كده يا بوي على قعده. مفيش مكان يا كلاسيك سونيك اي اكس اي. ده جديد، ده جديد. اول شوف كلاسيك سونيك اكس اي. ابعد يا ابني ابعد. ايه ده، في لسه مكان فوق. قشطه 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 قشطه، دخلوني. ده مين؟ طبعا ازرق وبامبي باينه. طبعا انهي مكان الولاد وانهي مكان البنات؟ مكان الولاد هنا. ده كان مكان البنات، مكان الولاد هنا، مكان الولاد هنا. هو بس شباب، انا هقف لحد هنا. هو المبدا يعني كان لذيذ كده، وحاجه حلوه يعني كده، تفضل تستكشف يعني في المكان وكده. بس مشكلة ان هو صغير شويه، وانا معرفش الفيديو هيطلع كام، بس يعني لو طلع قصير يعني معلش. بس ان شاء الله يعني الفيديو جاي هيكون اطول من كده. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وتقولي تحت في التعليقات عايزني العب ايه تاني في روبلوكس. وبس، كمان كنت العب حوده، ومع السلامه.